تمام. بقول لحضرتك انه دي افشل واسوأ سلطة في اخر 200 سنة. حسب كيف وانه السيد الرئيس هو اسوأ من تولى الحكم في مصر في اخر 200 سنة. أشقائنا وليس انتهاء بالدول الكبرى في العالم. الجديد في المعادلة انه انا لو نجحت فده هيبقى تعبير عن ارادة واضحة من اغلبية الشعب المصري مش مستعدة بس انها تنتخبني، انما مستعدة انها تقاتل على هذا الاختيار لاسباب مفهومة للكفة طبعا.